زراع الأمل هم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه، هم الذين يزرعون حقول الأمل ويتفاءلون. وإذا التفت على بعضهم لأن طلق الوجه مضيء، طلق الحجاج، يقول واحد أنت وش في الدنيا هذه حتى تبتسم ودائما تتكلم عن الأمل والدنيا كلها ألم ومحن وإحن وآلام وأحزان، دامك حي وتتنفس والله أنك في نعمة، تسبح ولا أحد يقدر يمسك لسانك، لو قلت سبحان الله أحد يمنعك؟ هل في مقبرة النسيم، مو في مكتب النسيم، مكتب النسيم فيه أمل، مقبرة النسيم فيها أمل، لكن الأعمال قد أوقفت، فلربما بعضهم لا يعيش الأمل ولا يستعتب لأن الامتحان سحبت الورقة منه مات. أما أنا وانت والناحية لا بد أن نأمل، ولا بد نقول بكرة هزين، ولا بد نقول وطننا أغلى، ولا بد نقول ديننا أعلى، ولا بد نقول نحن فخورون بهذا الدين وبلا إله إلا الله في قلوبنا. نعم والله أننا رافعين الرؤوس ومبسوطين، حتى لو جعنا، حتى لو مرضنا، حتى لو ما توظفنا، نحن في نعمة. لسانك يذكر خالقه، قلبك مطمئن بربه. طيب أنا والله يا شيخ لا ذاكر يقول ولا مطمئن، إذن المشكلة عندك، تحتاج إلى توظيف كامل، تحتاج إلى فرمات على ما قال انفرمتك ونركب برامج الأمل. ها برامج الأمل ما تبدأ بدبليو دبليو دوت، لا، تبدأ بلا إله إلا الله، وتبدأ بلا بيا رب، وتقول يا رب من شغاف قلبك ينبت الله في قلبك أملا. اللهم احفظ أمننا وإيماننا ووحدتنا ولحمتنا ورجال أمننا وجنودنا وولاة أمورنا وعلماءنا وشبابنا وفتياتنا وأمهاتنا، يا رب احفظهم بحفظك، ومن أرادهم بسوء يا رب اجعل كيده في نحره، تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم أقر عيوننا بأمن هذا الوطن، وطن التوحيد مأرز الإيمان. اللهم من أراده بسوء فافضح وشتت كيده ورد كيده في نحره يا رب العالمين.